تظاهر عشرات الآلاف من أبناء تهام اليوم بمدينة الحديدة رفضا لتواجد المسلحين. وفي المسيرة الحاشدة التي دعا إليها الحراك التهامي، ندد المتظاهرون باقتحام المسلحين وسيطرتهم بقوة السلاح على القلعة اليمانية المعروفة بقلعة الكورنيش، والتي قالوا إنها تعد معلما من معالم تهام الثقافية والحضارية. وردد المشاركون في التظاهرة التي انطلقت من أمام القلعة بعد وقفة أمام بوابتها الرئيسية، رددوا هتافات تؤكد على سلمية أبناء تهامة وتستنكر المظاهر المسلحة وما وصفوه بالوصاية على أبناء الحديدة. وتأتي هذه التظاهرة بعد أن تعهد الحراك التهامي بمواصلة نضاله وتصعيداته إلى حين خروج المسلحين من محافظة الحديدة، مؤكدا قدرة أبناء المحافظة على حماية تهامة ورفضه ما سماه أي وصاية من أي جهة أو جماعة. تهامة تطلب الحرية وتنشد الكرامة، تهامة تنتزع حقوقها، وخيارتنا مفتوحة، سنناضل بالطرق السلمية وكل طريقة متاحة إلينا لكي نسترد فيها العزة والكرامة لشعب تهامة. خرج اليوم كافة أبناء تهامة من جميع المديريات لرفض تواجد الميليشيات المسلحة داخل المحافظة. اليوم هذه رسالة نقدمها سواء إلى رئيس الجمهورية، إلى منظمات المجتمع المدني، إلى الدول الراعية للسلام، إلى مجلس التعاون الخليجي.